مباركة عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيوف الجمعة. يخطئ من يظن بأن طريق النجاح سهل أو النجاح سيكون خالي من التجارب والمتاعب، ولكن أصبح الطريق إلى جوهرة النجاح سالك بعدما حمل من مشاحنات أنضجها الواقع وصححتها الظروف الاجتماعية. نجد أن موضوع الفن والإعلام والتمثيل وإلى آخره من التخصصات أصبح هو من يقدم نفسه لما خلقه من أثر فني وجمالي بعد مثابرة الرواد والمثقفين للنهوض بعجلة الثقافة الفنية، سواء كان من العنصر النسوي أو من العنصر الذكوري. ومثابري لهذا اليوم المدرسة الأكاديمية للموسيقى بان شكيب، موسيقية وتدريسية في معهد فنون الجميلة، والأستاذ الدكتور عميد كلية الآداب محمد عفين. أهلا وسهلا بكم، نورتوني، نورتيني ستبان. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة الجميلة، ويشرفني أن أكون بين قناة الموصلية الفضائية، قناة أهلنا بالموصل. أهلا وسهلا بك، شكرا لك ولحضورك. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وأهلا، شكرا لك ولحضورك. شكرا جزيلا على هذه الفرصة لاستضافتنا في هذا البرنامج، حياكم الله. يعني بما أنه أول مرة نستضاف عميد كلية، دائما نستضاف فنانين تشكيليين، نتشرف، فاسمحي لنا نبدي مع الأستاذ لأن أول مرة نستضاف عميد في من الحرم الجامعي. على رأسي دائما الفنانين التشكيليين ومعهد فنون استضافتنا. إكرام متواضعين احنا، هي هاي الفكرة. تفضلي انت قدمي الست قبلي، يعني لا ابدا نبدي وياك استاذ، يعني احنا العنصر النسوي رحومين ومتواضعين. استاذ محمد، انت عميد كلية الآداب، نعم، حاصل على الماجستير والدكتوراه، ما شاء الله تاريخك حافل بالدراسات وفي الترأسات اللي حصلت لك خلال مسيرتك الجامعية. بس سؤال أستاذ، بما أنك عميد لكلية الآداب وفي الحرم الجامعي، نعم، ومن يعني خلي نقول من أعمدة الحرم الجامعي، يقال أن الصمت أبلغ من الكلام أحيانا، هل الصمت الحاصل في الحرم الجامعي والسكوت على المخالفات هو أبلغ من الكلام ومحاسبة المخالفين؟ أي مخالفين تحديدا؟ المخالفين مثلا الطلاب، نعم، الزي الرسمي مثلا، مخالفة الحضور إلى قاعات الدراسة والمحاضرات. بالعكس، يعني احنا ما ننكر انه اكو مخالفات تحدث بالحرم. نعم، حقيقة ما يتعلق ب سأبدأ من ما بدأت فيما يتعلق بالزي الرسمي. الكل يعرف أن هناك وزارة وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لديها العديد من التعليمات والقوانين التي تنص على أن يكون هناك زي رسمي لطلبة الجامعات، ولكن هناك البعض من الطلبة لا يستطيع أن يلبي هذه، إذا صح القول يقول يعني سيكون هناك بها التفاوت ما بين الطالب والطالب الآخر. بالزي الرسمي يصير تفاوت؟ لا، نحن نقول أن هناك من يدعي أنه سيكون هناك إذا ألزم الطالب على أن يكون هناك زي رسمي، طبعا هذا سنخضع على هذا التفاوت، لأن سيكون من يرتدي زي الموحد ابن الفقير وابن الميسور. بالضبط. لكن نعم، بسبب الأوضاع التي نعيش فيها الآن من خلال يعني إذا صح القول الديمقراطية والحرية التي طفحت على المجتمعات العربية كاملة، نعم، ومن ضمنها المجتمع العراقي، نعم، يعني أصبحت هذه الملابس لا تعني شيء بالنسبة لطلبة الجامعات إلا ما ندر. ونحن كجامعة موصل، نعم، ومجلس جامعة الموصل نؤكد على أن يكون هناك زي رسمي للطلبة. توجد هناك العديد بعض المخالفات، لكن نحن ملزمين على معالجتها. يعني توجد لجنة لمتابعة المخالفات. متابعة أكو في كل عمادة، في كل كلية هناك شعبة المتابعة. وأنت كعميد كلية تتخذ الإجراءات. وهم اتصال تأتيني العديد من المخالفات، نعم، وأنا حسب كل مخالفة أقوم. إنذار أم تنبيه أم طرد؟ حسب ما تقتضيه الحاجة. نعم. يعني لا أخفيك سر، هناك العديد من المشاكل تقتضي حتى نتصل بالعوائل، لكن احتراما لخصوصية الطالب والطالبة
نقوم بعملية إرضاء الطرفين دون اللجوء إلى المحاكم ودون اللجوء إلى العديد من الأمور. أصعب أصعب موقف أنت كعميد كلية مر عليك في كلية الآداب؟ نعم. يعني موقف أنه كطالب أو طالبة، يعني موقف صعب أنه أنت بس قدرت تحله بس هو صعب حله؟ والله كثير من هناك كثير من المواقف المحرجة والصعبة يعني. نعم. بصراحة البعض من يعني من الجنسين، كان الجنس الذكر أو الأنثى، يعني يحاول أن يقلد الآخر. يعني يوم من الأيام دخل طالب بصراحة كان يعني وضعه غير 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 يعني لائق، قانوني، غير قانوني. نعم. يعني بالاستعلامات أنا كنت واقف صباحا، دخل الطالب في مرحلة أولى ثانية، سألته بصريح العبارة: هل أنت طالب هنا؟ قال نعم. لكن عندما تكلم معي كان كلامه جدا يعني سوقي، ليس بالسوقي وإنما حسب استيعابه وحسب ثقافته، كان متأثر جدا جدا متأثر، ماخذ الحرية الشخصية مشكلة هاي يعني أكثر من اللازم، يعني أنه أنا هاي كام تحت قوس أنه أنا هاي حرية شخصية بشكل. يعني الست كان هناك يعني مبالغة في ارتداء الزي، في يعني ملامح الوجه، في يعني إذا أقول لك حتى كان واضع مكياج على وجهه. هذا ليس بطالب جامعة، من أين جاء؟ جاء من عائلة ومن أسرة. صحيح. ونحن من خلال زين أنت هاي من عائلة من أسرة. نعم. يمكن أنا هم العائلة من نعم. خلال هذه القناة الموقرة، ودائما نقول نعم. على أهلنا وعوائلنا متابعة أولادهم إن كانوا شباب أم بنات، هي هذا القصد يعني السؤال. بضرورة متابعة الأولاد خصوصا في فترة يعني بداية دخولهم إلى الجامعة، لأن هناك من يحاول أن يظهر أمام أهله بمظهر وداخل الحرم الجامعي بمظهر آخر. وما علينا في هذه الحالة هذا إلا شغل المتابعة بالضبط والحرص، لأن الطالبة والطالب هم في أعناقنا. وهي يعني معناها أنه أنتوا أي حالة صرت تبلغون بها العوائل، بالتالي أكيد احتمال أكيد. طالبة أو طالب دي يظهرون في حالة الأهل دي يشوفوا أنه هذا النورمال العادي. نعم. يعني نعم. بس هو من يطب الجامعة تحدث التغييرات. التغيير يعني كثير من الحالات نعم. تحصل في داخل الحرم الجامعي، وإذا بالعائلة لا تعرف إن كان لديها يعني تليفون أو غير ذلك من الأمور، يعني هاي الأمور الخاصة أو ممكن الفعل. تغيير اشتراكات أو يعني ممكن الزمالة، لكن نحن حريصين جدا ومرت فيها العديد من الحالات على أن نكون جدا حريصين على خصوصية الطالبة وعلى حماية الطالبة والطالب كذلك. سأذكر مثل يعني قبل سنة ذهبنا إلى جولة ميدانية خارج المدينة إلى منطقة سهل لينما إلى قضاء الحمدانية لزيارة بعض الأماكن الموجودة وخصوصا الكنائس في تلك المدينة. نعم. وذهبنا بسيارات النقل الخاص النقل الجامعي الباصات تحديدا. نعم. وكنت أنا في بداية الرتل، مع كانت هناك 3 أو 4 سيارات. نعم. فعندما انتهت الزيارة طلبت مني إحدى الطالبات. نعم. وأقولها يعني بصراحة أن تذهب مع زوجها. نعم. في سيارة خاصة. قلت دخلتي من الجامعة تذهبين من الجامعة، وهذا الصحيح، ولم أسمح لها بمغادرة السيارات إلا داخل الحرم الجامعي. أستاذ محمد متواضع أنت. بس سؤالي الثاني، المعروف على مر العصور التغيير الذي يحصل في أغلب البلاد يأتي من داخل الحرم الجامعي ومن الطلاب، لماذا برأيك التغيير الذي يحصل داخل الجامعة فقط هو الحفلات التخرج والملابس وإلى آخره، من خلينا نقول من الضجة الزائفة؟ طبعا دائما نعم. وللأسف نعم. ننظر إلى الجهة المظلمة وأن يعني هذا في طبيعة مجتمعاتنا. نعم. إن كان في مدينة الموصل. نعم. وفي خارج مدينة الموصل وفي المجتمع العراقي. نعم. دائما ما ينظر إلى الجانب المظلم وليس إلى الجانب الإيجابي. نعم. ما تحدث من حفلات داخل الحرم الجامعي حفلات محترمة. نعم. وأنا أشهد على هذا كلامي وأنا مسؤول عن كلامي، هي داخل الحرم الجامعي هاي 100% لا غبار عليها، ولا غبار عليها، زين ما خارج الحرم الجامعي وفق سياقات وضوابط وتعليمات الجامعة. نعم. وهناك لدينا حفلات مركزية متتالية وحسب جدول التنسيق مع رئاسة الجامعة، كل كلية أو كليتين أو 3. نعم. تذهب وتختار مكان ويكون هناك تصوير
يسموها جلسة عامة للتصوير. نعم. ويحضرها إن كان السيد رئيس الجامعة أو أحد المساعدين مع عميد الكلية. نعم. وباحترام وهناك الأمثلة كلية الطب وكلية الإدارة والاقتصاد وغيره كلية، ولا أذكر كلية الآداب حتى لا يقولون أنها كلية الآداب، لكن العديد من الكليات عملت العديد من الحفلات داخل الحرم الجامعي، وحتى عملت حفلات خاصة داخل الحرم الجامعي باحترام وبخصوصية وتليق بجامعة الموصل. ما يحدث خارج الجامعة هذه ليست بعلم الجامعة، هذه باتفاقيات مع الطلبة ممثلي الشعب وباتفاق مع العوائل، يعني حالها حال الحفلات الزواج أو الخطوبة وما إلى ذلك. محمد، نعم. شلون حالها حال حفلات؟ هل اليوم أنا كطالبة كلية الآداب، نعم، إحنا كمجموعة طلاب كلية الآداب عندما نعمل حفلة خارج الكلية أو الحرم الجامعي، نعم، باسم كلية الآداب، من يجي عريف الحفل يقدم يقول خريجي كلية الآداب، عينه على رأسي، نعم، يذكر هذا الشيء. زين، ليش كحرم جامعي وكرئاسة جامعة وعميد كلية، نعم، وعمداء ليست كليات، ليست لنا علاقة بهذه الحفلات جملة وتفصيلا؟ هي ما لكم علاقة، لماذا لا تمنع؟ قبل كانت ما موجودة، قبل كانت تقتصر على كلية صورة التخرج وحفلة التخرج وخلاص. مختصة خارج، نحن حرم جامعي، ما يحدث داخل الحرم الجامعي تحاسبيني عليه. يعني هسه انتم ما تتبلغون انه اكو حفله مثلا للمرحله الرابعه راح تصير فلان مكان؟ هناك اتفاقيات ما بين ممثلي الشعب او الخريجين تحديدا يقومون بعمليه الحفل باعتبار كل طالب خريج. نعم. يطلب منه انه كم شخص سياتي من عائلتك. نعم. هذا يقول اثنان وهذا يقول ثلاثة وهذا أربعة ويأخذون. يعني أنتم ما لكم علاقة؟ أي علاقة ما لنا بالحفلات خارج الحرم الجامعي، هناك جهات رقابية أمنية. نعم. اجتماعية. نعم. أي شيء، هذه هي مسؤوليتها، لأن نحن نخلو مسؤوليتنا عن أي طالب أو طالبة عندما يغادر باب الجامعة، ما يحدث داخل أسوار الجامعة. نعم. نحن مسؤولون عنه بكافة تفاصيله. عاشت إيدك أستاذ محمد، أرجع لك بس نروح الستبان، لأن هذا ما يحتاج لبس سؤال واحد، هذا موضوع الحفلات نحتاج أكثر من سؤال. عاشت إيدك على الإجابة ستبان. نعم. نساء الموصل أنتن الأجمل. نعم. وأصحاب عقول ثقافية، لماذا لا نرى هذا مترجم على أرض الواقع؟ لا بالعكس، مترجم على أرض الواقع، وأقولها. نعم. بشدة، إن كانت المرأة تظهر على القنوات الفضائية أو لا تظهر، فإذا لم تظهر فهي مبدعة وجميلة وخلاقة في بيتها. نعم. وإن هي أن ترفض أن تخرج إلى الشاشات التلفزيون. نعم. فهي لها أسبابها خاصة، بس هذا ما يعني أنه ليس لها بصمة أو ليس لها عمل. أكو. نعم. من ترغب أنه تطلع أو تجري لقاء وتتحدث عن أعمالها وتتحدث عن بصماتها. نعم. هذه حسب الرغبة، لكن لا ممكن وفي الوقت هذا أن نقول أن المرأة ليس لها بصمة أو ليس لها فعل أو ليس لها عمل خلاق، خصوصا بعد التحرير نلاحظ أن المرأة انتفضت ما في داخلها من كبت ومن جراح، حاولت أن تبرز بكل معانيها بكل ما تملك من قوى عقلية وفكرية، طورت نفسها، اللي عندها دبلوم أخذت البكالوريوس، واللي عندها بكالوريوس دخلت الماجستير، واللي عندها عمل طورت عملها أخذت عمل ثاني وثالث في سبيل أن تثبت جدارة وأن تثبت نفسها وفق السياقات العقلية والحفاظ دون المساس بالأخلاقيات اللي إحنا محافظين عليها كمجتمع مصلي موجود حاليا. زين، أنت تقولين هذا موجود على أرض الواقع، يعني موجود، يمكن خلينا نشوف أنه كإعلام قصد كما مسلط الضوء عليهم. أي. أم هم ما يحبون يطلعون للإعلام؟ لا، هو أنا أذب اللوم على الإعلام أيضا، يعني عندنا نساء يعني يجب أن يقبلنا بالظهور على القنوات، شاشات القنوات الفضائية. أكو كثير، كما رأيت فيك أنك يعني شلون تبحثين، أسئلتك مميزة، مداخلاتك مميزة مع الضيوف. نعم. لأن متابعة أنا البرامج مالتك، فلاحظت بك في السياق مختلف،
بدليل انه انا اول مره التقي بيكي، حتى يعني ما صار بيناتنا اتصال هاتفي انه تبلغيني على اللقاء. انا مباشره اتلقى منك الاسئله واجاوب عنها. هي كل ضيوفي يصير الاسئله دايركت، انه نعم. حتى الاحظ الفيس مالهم والرياكشنات مال الوجه أي. تبدي تتغير من موضوع السؤال. يمكن انت كنتي قبل شهر يمكن نعم. كنتي في ورشه نعم تكلميني عنها بما انه احنا دخلنا موضوع النساء العاملات. نعم، انا الورشه اللي عملتها مع كل بدايه موسم الصيف نعم. ورشه في بيتي يعني. نعم مهيئه اكثر من بيانو اكثر من جهاز ومع صبوره واعمل اعلان فيتوافد تتوافد علي انا خاصه للبنات نعم. وبالنسبه للاولاد اكو اقبال. نعم اكو اقبال لكن ليس بالكثير ليس بالكثير لان انا فقط عبر صفحتي نعم. انشر يعني ما معتمده على قناه او على صفحه مموله نعم. انه تنشر الاعلام مالتي انا اقول مقتنعه يعني فقط للصفحه مالتي يجيني اثنين ثلاثة أنا مكتفية أنه أنت تتأدين الحمد لله لأن زكاة العلم نشره صح. فحاليا أنا عندي ورشة وعملتها مجانيا نعم. كما أشرف وقيم الدورة مالتي الأستاذ المرحوم أبي الروحي الأستاذ أكرم حبيب جاء إلى بيتي وقيم الورشة قال نعم. أنها متكاملة وأكاديمية وفعلا قال لي استمري ستبان انت نعم. لديك نشاطات اخرى يعني قبل فتره كلنا نعرف الاحداث اللي صارت بموضوع فلسطين وغزه نعم. واللي ما حدث بيها من ماساه واباده نعم. انت بعد ما سمعتي هذا من الاخبار ومتابعه كل الاخبار الفتي مقطوعه نعم. عن شهداء غزه نعم الفت مقطوعه هذا اقل شيء نقدمه تضامنا مع شعب الموصل نعم غزة هي تبقى عزة وإن كانت محتلة نعم. فهي غزة عزة نعم. نعم. تفاعلاً معنا يعني شاعر يعبر نعم. عن تفاعله وعن تضامنه مع فلسطين بقصيدة نعم. الثقافي أو الصحفي يكتب عن فلسطين بمعلوماته الكتابية نعم. إحنا كفنان كموسيقيين وكأكاديميين أنا عبرت عن حزني وعن رسالة أوجهها إلى شعب فلسطين بأن أعزف لهم من روحي لأن المؤلفة هي ملكة ناضجة مؤقتة نعم يمكن يعني هي حتى أحداثهم يعني تحسيها ترجعنا تذكرنا باللي صار طبعاً عندنا باللي صار طبعاً يعني يمكن أنتي بتشوفين هاي الإبادة اللي لا تقل عن اللي صار إحنا في الموصل أحداث نعم. الموصل ولهذا أنا للمرة الأولى طبعاً راح تظهر المؤلفة مالي عبر شاشتكم الموقرة تظهر المؤلفة للنور اللي هي شهداء غزة غزة تمام عاشت إيدي شكراً لك والشعورك يمكن اللي دفعك أو اللي خلى المشاعر تتحرك اللي الوطنية واللي مرينا بينه وفتحت عليك الجروح والإحساس إنه ما قدرنا مثلاً بذاك الوقت يمكن ما قدرت تقدمين شيء بوقت الاحتلال داعش ووقت يعني اللي صار فبهذه عبرتي عن ذيك الفترة وهاي الفترة نعم هي رسالة ستبان نسمع مؤلفتك عن شهداء غزة ونرجع أعزائي المشاهدين نسمع مؤلفة ستبان عن شهداء غزة ونرجع لكم محمود محمود محمود
رجعنا لكم بعد ما سمعنا المقطوعة. ستبان عاشت ايدك على هاي المقطوعة، أمانة مؤثرة وعبرت عما بداخلنا، حزن ما بداخلنا. هي فعلا يعني هي دائما يقولون وثباتها هالفلسطين، أنا اختاريت شرائح بينت بيها ثبات أهل فلسطين. دائما يقولون فاقد بيهم ويضحكون، فاقد الشيء لا يعطيه، بس سبحان الله احنا فاقدين الشيء بس نعطي من ألم وحزن وإلى آخره. همر علينا انطينا أطفال وانطينا ياما وياما، فهذا نعتبر تعبير عن ما في داخلنا أكثر مما هو في استمرار لمعاناة دفن عائلة. لا لا بيدو اثنين، يعني من المصائب اللي يحطرح على 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 هذه مدينة الموصل. نعم. بيدو أطفال اثنين، واحد جريح واحد عايش. صح، دفن العايش وخلص الجريح. 100% يعني كان نايم، العايش كان نايم عباله متوفي. انه وصلونا لهالمرحله. فهو دائما اقول الفت مقطوعه عن شهداء العباره وعن ماساه الموصل القديمه، بس هو يعني كل شيء بوقته، لان احنا هذه خلينا نعتبرها انه ما بين بين ما بين تكمين. الاثنين عاشت ايدك امتعتينا بالتعبير عما في داخلنا. استاذ محمد ارجع لك سؤالي لك، طبعا اليوم انا ما مستقصدتك بس لانه اول مره التقي بعميد كليه حتى نحكي ما في داخل الحرم الجامعي، فاسئلتي لك مستنقاه نقينا لك هي. استاذ، في 50 و60 و70 و80 و90 لحد 2000 في القرن الماضي كان اهتمام الطلاب هو الدراسه والحصول على الثقافه العامه والعمل بالشهاده ما بعد التخرج. اليوم نرى واقع الطالب مغاير تماما لما كان عليه المفهوم السابق، فأصبح تفكيره محصور بالمظاهر التعارف وإلى آخره من الأمور التي تعرفها أنت. ما هو رأيك بالذي حصل داخل الحرم الجامعي؟ لا يوجد شيء مطلق، هناك نسب. نعم. يعني كل في كل زمان وفي كل وقت هناك نسب. يعني أنت ذكرتي في الستينات وفي السبعينات، فعلا كل جيل ولكل وقت هناك ثقافة معينة وهناك أحداث معينة. زمن السبعينات والستينات يختلف تماما عن الثمانينات. زمن التسعينات يختلف عن زمننا حاليا. كل جيل لديه رؤية، لديه فكرة حسب الظواهر التي تطفو على المجتمع. نحن في الثمانينات لم تجد هناك وسائل تواصل، لم تكن هناك أجهزة موبايل، لم تكن هناك الساتلايت وغيرها من الانترنت وغيرها من الأمور التي أثبتت الآن هي من بديهيات التواصل. أصبح الآن العالم قرية صغيرة. نعم. أنت لا تستطيعين أن تتحكمي بمجتمع ولديه التواصل عبر القارات. نعم. نأتي إلى الجانب التعليمي. نعم. طبعا هذا يؤثر على الجانب التعليمي. وقبل قليل ذكرتي لي أنه كيف تستطيعون أن في الشطر الأول من السؤال عن المظاهر داخل الحرم الجامعي، هذه كلها جاءتنا مستوردة عبر التواصل الاجتماعي وعبر زين استاذي العزيز. هي هذه. نعم. جايتنا موردة إلينا. نعم. عولمة يعني أوكي، يأتي دور الأسرة هنا، يأتي دور الأسرة ومن خلال دور الأسرة ومن خلال قناتكم دور نقول العمادة. لأهلنا في وعوائلنا في كافة محافظة نينوى وفي العراق، الحرص على أبنائكم. زين كعمادة الحرص وين الحرص دور؟ يعني قبل كان اللي ما يخاف من أهله يخاف من العمادة. نعم. أو من إدارة مدرسة أو كمؤسسة تعليمية. نعم. لدينا أيضا جانب تربوي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالضبط. يعني لدينا يعني أعلى مرتبة بالتعليم. لدينا جانب إرشادي، لدينا لجان إرشادية في كل قسم، يوجد مسؤول الإرشاد وتوعوية لأبنائنا الطلبة في كافة المفاصل عن جانب الاجتماعي. متهاونين في العقاب؟ متهاونون في العقاب؟ نحن لا نتهاون في أي شخص يسيء الأدب ويتجاوز على القانون. زين هسا أنت في حالة تجيك طالبة لم تكن لائقة من أي ديانة مسيحية يزيدية مسلمة بملبس غير لائق، تأتيك هذه الطالبة. نعم. ما هي العقوبة اللي راح تتخذها حسب بحقها؟ حسب ما تقتضيه عقوبة. إذا كانت مخالفة هنالك لجنة الانضباط الطلبة في كل كلية، توجد أول ما يبدأ العام الدراسي تتشكل لجنة انضباط طلبة، فيها أستاذ وفيها قانوني وفيها مرشد، وهذه اللجنة لديها ضوابط وتعليمات من الوزارة. عندما يأتي المخالف إذا انطبقت عليه المخالفة الفلانية والتي متى تتدخل أنت؟
أنا لا أتدخل إلا عندما تكون هناك يكون توقيع. هناك كل لجان تأخذ عملها. العميد ليس فقط يتابع، العميد لديه بريد، لديه توقيع وثائق، لديه كتب تأتي من الوزارة، اجتماعات، إفادات إلى الوزارة، مجلس جامعة وما إلى ذلك. زين داخل الجامعة الطوائف تأثر؟ نحن لا، تعاملك معها يتأثر؟ لا لا لا، نحن ننظر إلى الجميع بمسافة واحدة، ونعطي لكل شخص حريته دون المساس بالخصوصية. دون المساس بالخصوصية، لا نتجاوز على خصوصية لا على قومية ولا على طائفة ولا على دين. نعم. والشخص الآخر أيضا لديه احترام لمقابله. يعني هناك لدينا كثير من أبنائنا من إخواننا المسيحية واليزيدية لديهم احترام شديد في شهر رمضان الفضيل. نعم. خلال شهر رمضان، ونحن لا نريد أن نتكلم بهذه الأمور، لكن عندما تقولين لي هناك التزام خلقي وأخلاقي من قبل أبنائنا من الطائفة من إخواننا المسيحية ومن اليزيدية. تعايش حلو حلو. يعني وجامعة الموصل الآن أصبحت جامعة العراقيين جميعا. أي نعم. ولدينا من 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 أبنائنا من وسط وجنوب العراق أكثر من 7,000 طالب. نعم. هذا فقط من وسط وجنوب العراق. لكن نأتي إلى صلب الموضوع حتى لا يقول الدكتور تهرب عن الإجابة. كل طالب لديه أسرة، وهذه الأسرة يلزم عليها متابعة ابنها أو بنتها خلال خروجها ودخولها إلى المنزل داخل الحرم الجامعي. نحن مسؤولون ونحن لدينا كافة الصلاحيات وفق القانون لمتابعة ومعاقبة من يسيء وفق الضوابط والتعليمات التي تنص عليها وزارة التعليم. شنو الإجراءات اللي تتخذها بحق طالب يجي يقول لك هاي حرية شخصية، ملابسي حرية شخصية، مثلا هاليوم أنا موبايلي أفوته حرية شخصية، مثل طالبة مع طالب حرية شخصية؟ يعني عندما نجد طالب يقوم بتصوير طالبات خلسة، هذه حرية شخصية؟ هو هسه أنا صورت طالبة حرية تجي تسألني أقول لك حرية شخصية، شنو أنت تعاملك؟ لا أنا يعني مرت عندي هكذا حالات، جاءتني طالبة قالت لي دكتور الطالب الفلاني كان يصورني دون علمي. أتينا بالطالب وسألناه لماذا صورتها؟ قال لا يعني برر انه ما مصور. تمام. فاخذنا الموبايل سحبناه وقمنا بمسح المقطع وتوجهت له عقوبة وفق الضوابط والتعليمات. يعني يوجد توجيه العقوبات؟ يوجد. يعني رغم العقوبات اللي دا تتوجه واللي دا تنفرض على الطلاب، بس يبقى انه موضوع الانفتاح اللي صاعدنا وموضوع العولمة يخلي الطالب يجتاز هاي العقوبات ويكرر. يعني وصلت المرحلة ان الطلاب وصلوا الى يعني محتراماتي لهم الى كثير من الامور حتى. نعم. يقومون بتشويه سمعة الاستاذ او تشويه، لكن كل من لديه خصوصيته ولديه احترامه ولديه، يعني عندما الطالب يحاول ان يسيء الى 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 الحرم الجامعي باي طريقة كانت، ما علينا الا ان نقوم بمعاتبته وهو طالب داخل الحرم من اي جهة كانت. دكتور تتخوفون من هذه الطلاب؟ لا. ليش نتخوف على انه مثلا كتشويه السمعه؟ لا لا او لا لا مثلا لا احنا يعني هي تشويه سمعه ايش؟ انا اذا لم اكن مخالفا على ماذا اخاف؟ من خلال منصبك انت كعميد لكليه الاداب. نعم. هل مرت عليك حالات تزوير داخل الجامعه؟ لا توجد حالات تزوير داخل الجامعه، وانما هناك شهادات تاتي مزوره من جهات، يعني لربما هناك يعني حتى اكون واضح اكثر. نعم. لدينا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان الرصانة العلمية واللجان الرقابية، وكذلك داخل كل جامعة. نعم. هناك لجان الرصانة العلمية حسب اختصاصات، هناك لجان رصانة علمية للشهادات ومعادلة الشهادات، وهناك لجان للبحوث العلمية وما إلى ذلك. تأتينا في بين فترة وأخرى أسماء من قبل وزارة التعليم العالي. نعم. مجموعة أسماء لديهم تزوير شهادات لاتخاذ ما يلزم بصدد ذلك، يعني أنه لازم نأخذ الحذر عندما تأتينا هكذا شهادة بهذا اسم. نعم. يعني معنى هذا الاسم حصل على شهادة عن طريقه هو، كيف حصل عليها هذا شأنه هو شخص، لربما أخذ شهادة شخص آخر. نعم. وقام بحك وشطب وما إلى ذلك، كثير من عمليات التزوير كثيرة أو استحصل عليها بطريقة معينة من جهات ليست بالرسمية، من جهة سين من الناس، ليست بسين من الناس، وإنما هي حصل عليها من خلال كثير أمور، ولكن بالتالي تنكشف. لا يوجد شيء لا يكشف، خصوصا يعني أنه جامعة لدينا حتى في داخل الكلية كان لدينا حالات تزوير على مستوى شهادة الإعدادية وتم كشفها وتم معاقبة الشخص وحيل إلى المحاكم، وخصوصا
محمد انه جامعه الموصل معروفه بالرصانه لحد وبالامانه. هذه جامعه الموصل من الجامعات الرصينه ومن الجامعات الاوائل ومن الجامعات التي يشار لها والحمد لله. نعم. والكل يعرف جامعه الموصل بعد ان حل ما حل بها من خلال فتره الظلاميين فتره داعش الارهابي وما حل بجامعه الموصل من دمار وخراب وصل الى نسبه اكثر من 85% من نسبه الدمار في جامعه الموصل. لكن بحكمه السيد رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي واعطائه الصلاحيات للجهات الاداريه في جامعه الموصل من خلال مجلس الجامعه وعمداء الكليات، ها هي اليوم جامعه الموصل الكل يشهد لها بالرصانه والكل يشهد لها بهذه الانطلاقه الكبيره، واصبحت جامعه الموصل الان ايقونه ويشار لها بالمثل التي اصبحت الان هي جامعه العراقيين جميعا. قبل 2014 كان جامعة الموصل لا يتعدى أبنائنا من إخواننا الأقليات 100 طالب، الآن أصبحت بالآلاف. الآن لدينا من طلبة كما ذكرت من وسط وجنوب العراق أكثر من 7,000 و8,000 طالب. لدينا من إخواننا في من سهل نينوى يأتون من سهل نينوى إلى جامعة الموصل، يأتون من مع العلم يمكن بسهل نينوى أكو جامعات قريبة عليهم، بس هي تبقى جامعة الموصل الأم، وجامعة الموصل هي 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 السباقة في رفض المجتمع وصادقة العراقي. صادقة بالشهادات. الآن إلى كافة مؤسسات الدولة. نعم. ستجدين كل القيادات في مؤسسات الدولة التعليمية والسياسية والتنفيذية والقضائية كلها هي من خريجين جامعة الموصل. هي بعد جامعة المستنصرية تجي جامعة الموصل، بعد جامعة بغداد بغداد هي تجي جامعة الموصل. الآن أصبحت جامعة الموصل تتنافس مع جامعة بغداد من عدد الطلبة. لدينا الآن أكثر من 75,000 طالب في جامعة الموصل. إن شاء الله وإن شاء الله في العام القادم سيكون لدينا مفاجأة أكبر إن شاء الله من خلال استحداث العديد من الكليات والعديد من الدراسات. هاي لازم العام القادم هم نسوي لقاء ونحكي إن شاء الله اللي استحدثناه. إن شاء الله القادم أفضل بإذن إن الله. إن شاء الله. وما عملت به جامعة الموصل من جهود بتكافل وتضافر جهود الجميع برئاسة السيد رئيس الجامعة والهيئة الإدارية في جامعة الموصل بكافة مفاصلها ابتداء من عامل الحدائق إلى الى اعلى سلطه في جامعه الموصل. الكل تعمل باخلاص والكل تعمل بجد وبمثابره، والان الحمد لله الكل يشير الى جامعه الموصل امانه يشهد لها وثمارها حصده. يعني من احنا اطفال من جامعه الموصل معروفه انه من المحافظات، يمكن حتى يعني اهل بغداد واهل الانبار واهل البصره وهذا ما يروحون مثلا ابو الانبار مثلا ما يروح النجف حتى على مود جامعه، شوفوا يجي للموصل انه هو خريج جامعه الموصل لما تحمله من اسم شهاده قويه، رغم انه يشار الى جامعه الموصل بالصرامه، لكن بنفس الوقت صرامه زائد الرصانه. يتخرج الطالب برصانة علمية وبكفاءة وجودة عالية من خلال أساتذة وكفاءة ومخلصين بعملهم مع جل احترامنا لكافة الجامعات العراقية. كل جامعاتنا هي جامعات رصينة وجامعات، لكن نحن نتكلم عن ما حدث في جامعة الموصل خلال هذه الفترة. تطورات كبيرة. نعم. يعني ما حل بالجامعة خلال الفترة المظلمة كارثة على مستوى الرأي العام العالمي. هناك جهات رسمية حكومية أجنبية ذكرت بأن جامعة الموصل لا ترجع بما بين 10 إلى 15 عام حتى ترجع على 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 ما هو الأساس قوي أستاذ محمد. عفوا بدأنا بقيادة حكيمة وسيد رئيس الجامعة كل جهود بذلها من خلال انفتاحه على الرأي العام العالمي وفتح آفاق التعاون مع الجهات الخارجية دون مساعدة الحكومة بشيء لا يذكر. يعني مع جل احترامنا للحكومة ما حدث في جامعة الموصل وأنا مسؤول عن كلامي إلا اليسير الذي قدمته الحكومة، لكن ما حدث من إعمار وحملة تطور في جامعة الموصل ما هي إلا جهود وعبارة عن علاقات زين. مع جهات أجنبية ستبان. حكومية أستاذ رسمية محمد ستبان. قامت بدعم جامعة الموصل بموافقة الحكومة المحلية. أستاذ ستبان أنت تقولين بجهود ذاتية. نعم. هسا أنتم بكلامكم بجهود ذاتية كتدريسيين وأنا كمقدمة أعتبر من الشارع الموصلي اللي دا يسمع هذا الكلام، وين الحكومة؟
الحكومة في حينها كانت، يعني احنا عندنا حكومة مركزية وحكومة محلية، بمعنى كلامكم انه هذا يعني شلون مثلا هاليوم انت شهر ما استلمت راتب وانت ما استلمتي راتب نهضتوا بالواقع التعليمي؟ هذه لازم ان يكون هناك إيثار عن النفس. يعني انت شهر ما استلمت انطيته للجامعة؟ لا ما لبناء، لا ما دفعنا شيء من جيوبنا. لكن شلون بجوبنا؟ ولا انا اللي اقصده مقطوع كلام. نعم. الدكتور بخير، أنا اللي أقصده أنه جهود ذاتية رجعنا وبقوة بمجرد ما أعلن التحرير. يعني رواتبنا بعد ما رجعت المدخر، بس جت متراكم، جتي متراكم، بس إحنا ضامنين أنه راح تجينا متراكم. المهم نرجع، راح نرجع للشيء اللي منعونا منه وبقوة. أذكر أنه إحنا معهدنا من دخلنا 9 إلى 12 أستاذ وأستاذة، وأنا من ضمنهم، إحنا رفعنا الأنقاب. أنا اشتغلت عمالة بأيدينا يعني قسم. يعني معناها أنه الحكومة كان ما إلها دور بهذا الشكل. جيب الكاميرا، جيب الكاميرا وتعال شوف الأرشيف، تحكي الدكتورة. جيب الكاميرا وتعال شوف الأرشيف اللي موجود عندنا في كل الكليات. ستجدين الصور القديمة قبل أو في بدء. ولحد الآن الحكومة ما إلها دور؟ لحد الآن بجهود ذاتية؟ على ما قدمته. لا، أول شيء قوات الأمنية طبعاً إحنا ما قدرنا ندخل المعهد الفنون. إحنا نتكلم عن خدمات من ما بعد التحرير. أستاذ محمد سدبان، هي ستيب باي ستيب. نعم. يعني أنت كعميد كلية أفهم منك، وأنت كأستاذة في معهد فنون كمعهد أو كتدريسية. يعني هذا موضوع ما ممكن أمر عليه نمر الكرام. خلي أفهم، هل يوم أنتوا كستاف تدريسي وك يمكن الوقت اتصور انه انت ما كنت عميد كليه، يعني لو هم كنت عميد كليه. لا، استلمت هالمنصب العماده في بدايه عام 2020. تمام، يعني هسه احنا بالتحرير احنا تحررنا. هاليوم احنا كاستاف تدريسي جينا لمكان الجامعه او المعهد، اشتغلنا بجهود ذاتيه. يعني هاليوم من رفعنا الانقاض بجهد ذاتي. زين، اشلون؟ اولا احنا قلت لك انه رجعنا بقوه للمعهد. نعم. لكن القوات الامنيه منعتنا لحمايتنا، يعني اخاف اكو مخلفات من المتفجرات. نعم. او هاي القنابل العنقوديه اللي ما متفجره، اللي كانوا يعني اساليبهم هم الرخيصه. نعم. اللي كانوا يستخدموها، فقالوا لنا ان ننظف المكان، انطونا مهله ننظف المكان يلا تدخلوا، يكون امن. وظلينا يعني بفارغ الصبر ننتظر. والى ان بمجرد ما سمحوا هسه هذا دور حكومي، شالوا الشريط الاحمر. احنا انا قد احكي من ناحيه القوات الامنيه. نعم. ما قدرت الداخليه، القوات الامنيه ضمن السلك الحكومي، يعني هم تعتبر يعني هذا دعم ضمن ستاف السلك. لا، واجبهم انه احنا نفوت نتفجر، واجبهم انه ينظفون المنطقه. نعم. يلا سمحوا لنا انه ندخل للمعهد. نعم. كل اختصاص، مثلا انا بقسم الموسيقى انا رحت نظفت القسم. لو تعرفين ايش شعتوا، يعني كلها محروقه والالات مكسره، وعماله اشتغلت الكرك والعربانه بيدي. وبفضل الله. هذا ما واجبك تجاه المكان اللي كنتي تدرسين فيه؟ وفرحانه. رغم انه انا يعني اذا كل من ادى الواجب اللي عليه. وما فكرنا انه راح ناخذ اجر. تمام. او كتاب شكر او قيمه راتبنا يجي. لا، حبنا لعملنا وحبنا لبلدنا، حبنا للحريه اللي رجعت لنا من يعني جديد. باستثناء الجهد الذاتي هذا واجب. هسه احنا كستاف تدريسي اللي عملناه كواجب يملينوا علينا ضميرنا تجاه المكان. انا ما واجبي اجي انظف، انا واجبي اجي ادرس. ما هي حاله حرب. بس احنا حاله حرب. هي حاله حرب. انت اليوم ما نظفنا احنا من فرحتنا نسينا نفسنا. سدبان، هاليوم احنا ما نظفنا. هذه المؤسسه ليست لي ولك، هذه بالضبط. المؤسسة مؤسسة لأولادنا وأحفادنا. بالضبط، يعني للديمومة. إحنا اللي عملنا له لديمومة. نعم، نعم، نعم. إحنا عندما نقوم بالانعكاف داخل المنزل وعدم التوجه إلى الجامعة وأنتظر متى تقوم الجامعة بإعمارها، ستكون هناك. أستاذ محمد، اليوم أنت عملت ما يملي عليك ضميرك. آه. وسدبان هاليوم عملت ما يملي يعني عليها ضميرها. الكل مشهود منها. أنا معي أساتذة من المعهد. أنا كلقاء بكم كشخصين كأسماء. نعم. أستاذ محمد سدبان عملنا ما يملي علينا ضميرها. عفوا أستاذ محمد، بس أطلع. نعم. له بسؤال. نعم. سدبان، أنت كعنصر نسوي. نعم. أكيد واجهتي الصعوبات والتحديات لتكوني موسيقية في مدينة الموصل. نعم. العادات، التقاليد، الأهل، اللي يصير والما يصير. نعم، هذا السؤال
يراودني في كل لقاء طبعا يجروا معي. هي المسألة كالآتي، انه احنا لازم ان ما نفصل بين ايماننا وديننا وبين الشيء اللي نحبه. يعني انا مثلا اذا عزف على البيانو والتدريسية موسيقية، هذا ما يعني يقولون هاي ما تعرف الله، لا، انا اصلي واصوم واصلي بوقته واقرا قران، لكن عندي فصل مثل ما يقولون فصل حواس بالمصطلح الموسيقي بين ديانتي وبين عملي. انا عملي ادي واجبي كاختصاصي، يعني انا قدري انه دخلت معهد الفنون تعلمت فيه الموسيقى، يجب ان زكاة العلم نشره بعد ان اتخرج، انه اعلم ما تعلمت. الصعوبات انه مثلا اقرب الناس لي، انا اقرب الناس لي لحد الان والدتي خواتي ما يقبلون رغم الانفتاح الوسط، يعني ما يقبلون اطلع، يعني يقولون الاختلاط حرام، العزف حرام. بس انت مقتنعه اني اعتقد مين زكاة طول عملك؟ نعم، انا اقول ما طول انا طالعه بهيئه محترمه 100%. انا اتكلم عن العلم، اتكلم باحتشام شخصيتي، حامله اسم ابي ومحافظه على اسم ابي، والحمد لله يعني يلقبوني بايقونه الموصل دون فخر. اختصاصي نادر، ليش لا؟ ليش ما هذا الشيء نعلمه للاجيال اللي راح تجي من بعدنا؟ ان شاء الله ستبان من شروط معهد الفنون في ذاك الوقت ان تؤدي الغناء للولوج الى قسم الموسيقى. هل اديتي اغنيه ما للولوج للمقاعد؟ لا، ما غنيت اغنيه، بس انا اذكر انه في فتره التقديم لي للمعهد، يجب هو اختبار 3 حواس اللي هي اللمس، الاصابع، والسمع والنطق، لان هذا الشيء يجب اذا واحد منهم بيه خلل ما ممكن ان اؤهل انه اقبل الى قسم الموسيقى. فاختبروني انه اغني اي اغنيه، فاختاريت كانت بوقتها بالثمانينات ماجدة الرومي، صعدة يعني، هاي أغنية صعبة. فأنا من غنيت كم مقطع لها، قالوا صوتك يعني حلو، أصابعي مناسبة، تمام، يعني الأصوات، لغة التخاطب، لغة الجسد، مخارج الحروف نظري، فانقبلت. فهاي الأغنية الوحيدة أنا اللي أديتيها في معهد الفنون. لكن بالمعهد عندنا قسم موسيقى وإنشاد، لكن ننشد الأغاني الوطنية، الموشحات، الأغاني التراثية الملتزمة. أعزائي المشاهدين، نسمع مؤلفة ستبان ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما سمعنا المقطوعة ستبان. أستاذ محمد، كيف ترى الواقع التعليمي والخدمي لمدينة الموصل؟ حقيقة أنا ذكرت فيما يتعلق بالواقع التعليمي على مستوى جامعة الموصل، وهذا صلب موضوع اختصاصي. الآن جامعة الموصل جامعة يتسابق عليها الجميع، وأصبحت معدلات القبول في جامعة الموصل من المعدلات العالية، يعني الحمد لله الآن أصبح هناك في كليات، بعض الكليات معدلات تجاوز ال 99%. مدبريهم للطلاب انتم؟ ليس والله مدبرين طلاب، بس دا ينتحرون يعني بس بهاي الالفية الطلاب دا ينتحرون. يعني اعتقد ذكرت لي قبل قليل انه انت بعظمة الساج قلتي جامعة الموصل جامعة رصينة، لا يختلف عليها كل شيء بثمن. متهاونة، تريدين رصانة لو تريدين النجاح فقط؟ لا طبعا، رصانة رصانة،
يعني مع احتراماتنا اكو طالب ياتي، انت ذكرتي في حديثك تقولين هناك بعض الطلاب ياتون الى التباهي انه هو في جامعه موسى، من ياتي بضياع الوقت بالضبط. والتباهي والبرستيج على انه طالب جامعي بالضبط. لكن هناك لدينا تنتقي جامعة الموصل من خلال المعدلات، لدينا نماذج ترفع لها القبعة 100%. قبل يومين ثلاثة جاء كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي مشكور إلى إحدى طالباتنا الأولى على قسم الإعلام، وهي كفيفة ما نور شاء الله. تعرفونها نور نور ما شاء نور صحفية نور اللي هي من طالباتي ما شاء الله. هذه البنت يعني هذا إنجاز، يعني أنه طالبة كفيفة وصابها المرض خلال فترة داعش الإجرامي ولم تستطع الخروج للعلاج ونزل الماء في عينيها وفقدت البصر وهي في مقتبل عمرها، وأصرت على التفاح والمثابرة وإلى أن وصلت إلى ما وصلت وهي خرجت بدرجة تفوق عالي ما شاء الله. الواقع الخدمي، واقع خدمي. تسأليني عن الواقع الخدمي، نعم. الموصل كمدينة موصل ومحافظة مينوى تستحق الأكثر، نعم. ما قدم لمدينة الموصل ليس بحاجات، أنا لا أطلب منك، أنا أستحق منك كحكومة عندما تقولين لي واقع المدينة تستحق ويستحق المواطن العيش برفاه وفق الدستور العراقي ما دام هو داخل هذا البلد. كل مواطن بغض النظر عن كل شيء، شمالا جنوبا وسط غرب، هو مواطن عراقي له ما له وعليه ما عليه، له حقوق وعليه واجبات الملزمة الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتوفير كافة الحقوق وليست مطالب. هذا الدستور ما يكفله، نعم. هذا كفالة الدستور، حق المواطن على الدولة توفير كافة مستلزمات العيش الرغيد. أستاذ محمد هذا ما يكفله، نعم. الدستور على أرض الواقع ما بين وبين ما قدم، نعم. من 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 خدمات ومن حقوق، أنا أسميها حقوق وليست مطالب، نعم. ما قدم من خدمات مشكورة عليها الحكومة المحلية والحكومة المركزية، لكن مدينة الموصل ومحافظة نينوى تستحق الأكثر. نستحق، تحتاج الأكثر. لا نحتاج، لا تقولي نحتاج، قولي نستحق. أنا لا أحتاج، أنا لا أطلب نستحق. أنا كمواطن عراقي لا أحتاج. أستاذ أنا خيراتي أكثر من كل البلاد المجاورة. أستاذ أنا محمد. لا أحتاج، أنا أستحق. أستاذ محمد نستحق أكثر، وهذه الكلمة أعدها مرات ومرات، أنا أستحق ولا أستاذ أحتاج. محمد هاليوم نستحق ونحتاج، نستحق هذا استحقاقنا ككائن يعيش ويتعايش وما كفله، نعم. الدستور، بس نحتاج بعد، نحتاج للضغوط، نحتاج إلى من ينظر، نحتاج للواقع النهوض، نحتاج الواقع إلى الثقافي، من ينظر إلينا بنظرة المواطن العراقي بعيدا عن المناكفات وبعيدا عن المناكفات وغيرها من الأمور التي أصبحنا الآن نحن في مهب الريح إلا ما شاء الله. أستاذ محمد نستحق ونحتاج ونستحق. ست نرجع لك، قبل فترة كانت كي تجربة مع دار الأيتام، أقمتي لهم، تكلمي لي عن هاي التجربة، أقمتي لهم، نعم. الحمد لله أنا بطبعي، نعم. لا أحب التكرار، يعني أحب الابتكار، نعم. وأحب التغيير، وإن، نعم. هذا الشيء يؤثر علي، نعم. المهم أطلع به بنتيجة، يعني صفتي التحدي، نعم. فكرت أنه شريحة أكو معينة، شريحة معينة بالمجتمع، نعم. وعرفت أنه أكو مستفيدات، نعم. ساكنين في قسم مجاور لقسم الاحتياجات الخاصة، نعم. أنه 25 بنت مستفيدة، مو دار الأيتام؟ مو دار، يعني هي تابعة لدار، نعم. الأيتام، موجودة بالزهور، نعم. 15 بنت يسموها مستفيدة، نعم. فرحت أنا للزيارة الأولى، طبيت عليهم دون يعني تفاجأت بيهم وفاجأوني، نعم. بكلام قالوا ما نطيك نستقبلك إلا تجيبي موافقة من المحافظة، نعم. لأن إحنا تابعين للأصوليات كلها للزيارة تابعة للمحافظة، جيبوا موافقة من المحافظة حتى نسمح لك تدخلين، نعم. وتمارسين الشيء اللي أنت، الرسالة اللي أنت جاي عليها، نعم. الحمد لله رحبوا بي، نعم. وأعطوني موافقة، ذهبت إلى دار الأيتام، نعم. وأخذت آلتي، نعم. مثل ما يقولون آلتي السيارة البيانو، يعني محمولة، أنا اشتريت آلة محمولة، نعم. حتى بالمعهد استفاد منها، نعم. يعني حتى أستطيع أنقلها يعني للصف وللقاعات، أخذتها، نعم. فرحت لهؤلاء المستفيدات وتعايشت معاهم وأكلت وشربت واكتشفت فيهم مواهب كثيرة، فيها مواهب الشعر ما شاء الله والرسم،
والإلقاء والقصيدة وحتى الموسيقيين. نعم. من ضمنهم واحدة غناها صوت أوبرالي. نعم. والأخرى صوت سولست. فجمعت منهم خلال 3 أشهر. نعم. وفرحتهم طبعا، كل هذا على حسابي الخاص. نعم. من ذهابي ومجيئي والهدايا البسيطة، وين كانت بسيطة لكن فرحتهم هم. فعملنا بدل يوم اليتيم فرحة يتيم. نعم. فعملنا هذا الافتتاح، وعملنا هذا كان صادف في شهر رمضان. نعم. وظهرنا مواهبهم من غناء إلى عرض مسرحي. جيد. إلى غناء نوتة. صراحة يفرحنا وجود أشخاص مثلك يدعمون. نعم. هاي الفئات. فالحمد لله نالت بالنجاح، وأنا فرحت لأن زرعت البسمة الحمد في لله. وجوههم. عاشت إيدك، وإن شاء الله دائما نسمع عنك هذه الأعمال الخيرية اللي تقومين بها يعني، وأتمنى تتواصلين حتى نقوم بها أنا وأنت ونفرح هاي الفئة. عاشت إيدك. وصلنا للفقرة اللي أنا أحبها، جزء من ضيوفي يحبوها، جزء من ضيوفي ما يحبوها، بس الأغلبية أصحاب رسائل ما يحبوها. نبدي بيك أستاذ محمد، بما أنه بدينا بيك بالأسئلة وانطيناك إحنا كليدي يعني انطيناك البداية. شكرا. هي أشغح يخلصها، إحنا أبد ما من أحد. أستاذ محمد، جتك رسالة من مجهول، لك الحق أنه أنت تجاوب هاي الرسالة، ولك الحق أنه أنت ترفض هاي الرسالة. نعم. بس إذا أخذت الرسالة وفتحتها لازم تجاوبني عليها، وتجاوبني على النصوص اللي موجودة والأسئلة اللي موجودة بها. نعم. وإذا ما تحب ما نفتحها وما نعرف إيش بها. استفضل أستاذ. ستنتي لك صندوق الساحرة أشواق. نحن نعلم. تقراها بصوت عالي لو انا اقرا لك هي؟ لا لا عادي. انا لا انا اقراها يعني اختصاصي الاقراء، انت اقراها حضر لي اجابته. هذا المجهول مالنا دائما موقعنا في مشاكل، ينقل لنا ما في الشارع، ما يقال في الشارع. نعم. مجهولنا موقعنا بمشاكل، ينقل لنا ما يقال في الشارع. نعم. بعد التحية أستاذ محمد عفي، تحية طيبة. نحن نعلم أن كل كلية في الحرم الجامعي تخرج نماذج حية تفيد المجتمع، مثل الطبيب والمحامي والمهندس. نعم. وكلية الآداب فيها أقسام كثيرة ومهمة جدا، منها التاريخ والاستشراق وعلم الاجتماع، ولكن مع الأسف إننا لا نلاحظ تفاعل المجتمع مع هؤلاء الخريجين، خريج علم الاجتماع. ومع الأسف نرى بعض الطلاب مثل خريج علم الاجتماع لا يعرف من هو علي الوردي، وعلم النفس لا يعرف اسكنر فورت، مع العلم أن أخطر قسم في الكلية هو قسم الاستشراق. ولكن منذ 20 سنة لم نلاحظ أي كاتب أو أديب يكتب في الاستشراق الجاد. كعميد لكلية الآداب، ما هي خططك في تفعيل التعليم الثقافي في هذه الكلية؟ المرسل مجهول مع تحياته. على عيني وعلى راسي المجهول وكادر القناة. فيما يتعلق بما ورد في هذه الرسالة، طبعا نعم. كلية الآداب فيها 10 أقسام. نعم. كلية الآداب أسست في عام 1966. نعم. تأسست ببدايتها ب3 أقسام. نعم. التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية. نعم. وبمرور الزمن الآن أصبحت كلية الآداب لديها 10 أقسام. نعم. من ضمنها التاريخ. نعم. اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الترجمة. نعم. اللغة الفرنسية، اللغة التركية، قسم علم الاجتماع، قسم المكتبات وتقنيات المعرفة، قسم الإعلام، وقسم الفلسفة. هذه الأقسام الـ10. نعم. تخرج باحث ومعاون أو مساعد باحث بما يتعلق باللقب الأكاديمي أو اللقب الوظيفي. نعم. أنت تقولين أنه الطالب لا يعرف على الوردي، لكن هناك لدينا العديد من الطلبة الآن هم أوائل ولديهم إمكانيات وأصبحوا في حمل الشهادات عليا. من يأتي بنية التعلم. نعم. يعرف على الوردي ويعرف من هو أسكن. نعم. وغيره من العلماء، لكن من يأتي كما ذكرت في سابق حديثك أنه يأتي لمضيعة الوقت لا يعرف هؤلاء. نعم. أما ما يتعلق بأنه كيف نستطيع أن نعالج هؤلاء؟ لا، ومنذ 20 سنة. نعم نعم، سأكمل لك الحديث. نعم. نحن ككلية نحاول جهد إمكاننا. نعم.
من خلال تواصلنا مع الجهات المعنية في الوزارة وفي الحكومة المحلية وفي حتى قبل يومين ناشدوني طلبة قسم الفلسفة تحديدا وقالوا لي خلال فترة تواجد الآن الدرجات الوظيفة التي أعلنت في محافظة نينوى أو في ديوان المحافظة لا يوجد استحقاق لخريجي قسم الفلسفة. هذه ليست مسؤولية أو خطة كلية الآداب. كلية الآداب تخرج كوادر، ما على الدولة إلا أن توفر الدرجات الوظيفية والفرص. ولدينا من الدوائر الكثيرة التي تستطيع أن تستقطب وتستوعب خريج التاريخ وخريج الآثار. لديك خطط للمستقبل؟ إن شاء الله لدينا خطط لتفعيل دور الخريج في دوائر الدولة. والآن أنا شخصيا لدي تعاون مع بعض الجهات المدنية من خلال رفد المدارس الأهلية بالطلبة الأوائل لتدريسهم أو تعيينهم في المدارس الأهلية حتى يواكب مسيرة الوظيفة إلى أن الحين ميسرة إلى أن تتوفر لديها فرصة عمل. عاشت إيدك على الإجابة، أفرحتني موضوع المدارس الأهلية. يعني نحتاج دائما أنه إحنا ننصف الطلبة اللي يكونون مجتهدين ستبان. نعم ستبان، هسه أنت بعالم غير افتراضي سمعتي عن الساحرة أشواق، تمتلك حجابات، هذه الحجابات ممكن أن تستخدميها بحياتك اليومية أو تفيدك، خصوصا أنه إحنا مرات عندنا فد سولة أو طبع نستحي نرد أحد، نستحي ما نجاوب على أحد، فاسحبي لي ستبان حجاب من الحجابات وخلي نشوف أشنه هو اللي راح يفيدك من هذه الحجابات. رابة رب العالمين فوق كل شيء طبعا. راح أغيرها لهي الفقرة. تفضل. بالنسيان. نعم، إحنا نحتاج دائما إلى جرعة نسيان. نعم، لأن الحنين دائما نحن الى الماضي. نعم، فاكو ماضي حزين، اكو ماضي يمكن حتى نحتاج ننسى مواقف. نعم، ننسى مواقف ارهقتنا ألمتنا، فنحتاج الى جرعه نسيان. احنا ستبان اي الحجابين راح تختارين؟ حجاب الفرح من النسيان؟ النسيان مع العلم حجاب الفرح دائما يفوز. استاذ محمد ستبان شكرا لكم ولحضوركم معي بالبرنامج، نورتوني، أضفتوا اللي والبرنامجي، سعيدة بتواجدكم معي، شكرا لكم ولحضوركم. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، حلقة جديدة وجمعة جديدة وضيوف جدا، في أمان الله.